بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله نستعين. مجاهدين الكرام، متابعين الأعزاء في كل مكان، انطلاقة موفقة. نتمنى التوفيق والنجاح والسداد لجميع المشاركين والناموس والتوفيق في هذه الانطلاقات. ثلاثة أشواط قد مضت هناك، مع أيضا تسجيل حروف يوم من ذهب من ملاك الهجن والمشاركين. نسير مع حواري شوطنا الرابع اللي ينطلق للفية القعدان، والانطلاق مع أول المراكز أيضا مناور عبد الله بن الصغير الوهيبي من ينطلق مع المركز الأول. المركز الثاني راهي أحمد بن سعيد المالكي مع المركز الثاني. المركز الثالث المارد محمد بن الحميدي الوهيبي. المركز الرابع الوصول والتقدم قدم القادم الباز ناصر مسعود الدويكي مع رابع المراكز. خامس المراكز الواصل شاهين حمدان بن سالم أيضا الوهيبي. هذه النتيجة للخمسة المراكز الأولى المنطلقة في هذا الانطلاق الجميل والرائع. نسير ونتجدد مع أيضا هناك لكشف الأسماء، لكن يا سلام المارد اللي مرد منذ البداية، انطلق نحو الناموس والتحدي مع المركز الأول بقيادة محمد بن الحميدي الوهيبي. هذا الشعار شفناه قبل لحظات لشوطنا الأول اللي أيضا لشوطنا اللي قاد اللي فات هناك مع شوطنا الثالث للإبكار، انطلق مع الضبي يقدم لنا المارد. لكن شعار الدويكي من الجانب الآخر مع الباز ناصر بن مسعود الدويكي يرصد المهندس مع شاهين حمود بن حمد الوهيبي. لكن المارد المارد المارد، وما أدراك من المارد، صاحب إنجاز بالأسبوع الماضي يضيف السيناريو من جديد. المهندس بدأ تكتك في الأمتار الأخيرة، لكن المارد المارد اللي يحسمها. لكن المهندس روح اللي بالناموس فليتقدم مع مراكزنا الأولى المتقدمة. المارد ما زال في الصدارة، المارد ما زال في الصدارة، لكن هناك بالفوتي والفينش، بالفوتي والفرش مع المارد. ومع أيضا هناك شاهين لحمود بن حمد الوهيبي، تهانينا والناموس لمالك المارد أيضا محمد الحميد الوهيبي وشاهين حمود بن حمد الوهيبي بتوقيت زمن مقدار دقيقتين وست. تهانينا والناموس.